كناش دخلت انا ونمت وقعت ما كانش معايا خالص. انا ده ما كنتش بحكي لك تواجدوا بالورشة ديال الخبرة على الوثائق والأوراق المالية في إطار الفعاليات ديال أي الأبواب المفتوحة ديال المديرية اللي كتنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. كنوصلوا وتنشرحوا للزوار ديال هاد الورشة التقنيات المعتمدة في التأمين ديال الأوراق المالية، كذلك وسندات السفر، وثائق السفر، بطائق الإقامة، البطائق التعريفية الوطنية، كذلك التعريف بالأجهزة المعتمدة على مستوى ديال اللي كتعتمدوا باش نراقبوا بها الوثائق. كما كتشوفوا هاد الأجهزة هادي كتوفر في المراكز الحدودية على المستوى المراقبة الثانية. المراكز الحدودية كاين المراقبة الأولية وهو نظام تدبير المراكز الحدودية واللي انتيغري فيها التقنيات ديال 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 فحص الوثائق اللي كتعتمد على الأشعة فوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، الضوء العادي، التكبير ديال 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 ديال, ديال, ديال التكبير ديال الكتابة، التكبير ديال الطباعة من خلال الورشة. كذلك كنتوفروا على مجموعة العينات ديال الوثائق صحيحة ووثائق مزورة باش نشرحوا للزوار ديال الورشة كيفاش ممكن أن بالمراقبة الأولية ولا الثانية توصل بأن وتثبت بأن هاد الوثيقة راه مزيفة وطالها التدليس والتحريف. حنا هنا في هذه الورشة ديال مصلحة الخبرة على الوثائق وكذلك الأوراق المالية باش في الدورة الرابعة بمدينة فاس الأبواب المفتوحة اللي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني. حنا مصلحة خبرة على الوثائق، جينا مديرية الأمن، مديرية الشرطة القضائية من مدينة الرباط، جينا لهذه الورشة باش نوريو المواطنين ونوعيوهم باش يدير الفرق ما بين ورقة مالية صحيحة وورقة مالية مزيفة. دونك يقدروا يشوفوهم بدون استعمال أي آليات. حنا هنا باش نوريو المواطن بأنه يقدر يتعرف عليها غير بالعين المجردة. أول حاجة كيف كتشوفوا معايا راه لا ميم شوز، غير براسي غنبقى ندير بحال هكا. صورناها هنا الضوء الشفاف لوميير ترانسميز، كاينه الصوره المائيه جلاله الملك نصره الله، كاينه الصوره التكميليه اللي هي هذه، كيكون هنا النص وكيكون في الفيرسو النص. اون فوا كديرها في لوميير الضوء ديال النهار كتكمل القيمه الماليه ديالها اللي هي هذه. وكاين خيط الامان اللي هو مؤمن، كيكون هو على هذا الشكل او على هذا الشكل، يعني حبر متغير بصريا صعيب على انه يتزور. وكاينه هاد النجمه هي حبر متغير بصريا، يعني ما كتستعمل حتى شي اله غير بيديك. وكاينه هاد الطباعه الخشنه اللي كتكون في لافيز ديال ساماجيستي نصره الله. وكيف ما كتعرف على ان الدوله هي دارت بالنسبه للناس المكفوفين اللي ما كيشوفوش، دارت لهم هاد الاشرطه، يعني ماشي مديوره غير بيتمون عندهم معنى. بالنسبه للورقه الماليه 200 درهم كيكونوا 5 الاشرطه، 100 درهم كيكونوا 4، 50 درهم كيكونوا 3، 20 درهم كيكونوا 2. يعني الناس المكفوفين ممكن باش يعرف القيمه الماليه اللي هز معاه، وين فوا كيقيس هنا كيعرف القيمه الماليه. وباش تعرف على ان هذا، يعني على ان هذا الشيء كاين، ها هي الطباعه الخشنه اللي كنقيسوا كاملين في لافيز ديال سا ماجيستي، نفس الطباعه باش مصبوعه، باش مصنوعه هادو ديال الناس المكفوفين اللي ما كيشوفوش. وبالنسبه لهاد لاباراي ريغولي اللي جبناه معنا هاد المره هادي، لحقاش فين درنا دورات مدينه طنجه، مدينه مراكش، مدينه الدار البيضاء، هادي الدوره الرابعه بمدينه فاس الابواب المفتوحه. دونك كان واحد السؤال كيتكرر بامال دو فوا، كيقول لك بغينا نعرفوا باش كتخدموا، يعني المواطن باغي يحب تطلع، ولكن ما كاين حتى مشكل. حنا جبناها معنا ودرناها، يعني كاينين شي فحوصات كيداروا هنا باش كنزودوا بهم التصاور في التقارير ديالنا اللي كنديروا. كمثال هاهي سوليفي أشعة فوق البنفسجية. بالنسبة للورقة المالية العادية هذه كنعاود نقول هذه جبناها غير نموذجية باش المواطن يعرف أن التصوير راه كاين. هذه بالنسبة للورقة عادية، يعني تحت الأشعة فوق البنفسجية. الورق كنعرفوه كاملين حنا مصايب من الخشب، يعني كي أبسوغبي باردون لا لوميير اللي كنعطيوه، يعني أي ضوء سلتي عليه كيبقى من الخشب كيعكس لك نفس الضوء. على عكس سند مؤمن بحال هذا، كيف أنه ورقة مالية أو باسبور أو جواز سفر أو لا فيزيت تكنيك أو فيزا أو أي ورق مؤمن، فهو مصنوع من واحد النسبة ديال القطن. هذيك النسبة ديال القطن هي اللي كتغياجي سوليفي اللي هما هادو كيتلاحوا دون فاسون الياتواغ، يعني بطريقة غير منظمة كيترشوا على الورقة. دونك ملي كتعطي لا لوميير لوفي كيخرجوا لي زيليمون سيكيوريتي. يعني هذا بغينا نوريو للمواطن بعض الطرق اللي كنخدموا بهم بهذا لاباري غيكولا. وكاينه هذه عاوتاني كنعرفوهم كاملين لانفخا غوش،
يعني تصور كيف ما كنهضروا على ليبيا كنديروا تصور تحت منه باش كيبقى كيكون التقرير منظم. اي حاجه باش كنصيفطوا التقرير بان بالتصاور ديالو كاين كاملين. وكاين سو انفو انفو غروسيسمون اللي هو دار تيبوغرافي الطريقه باش كتكتب النيميرو سيري. حنا فايت كنا درنا دوره بنك المغرب دار السكه وشفنا كيفاش كيتصور داكشي. يعني ورقه ماليه كدوز تحت ضغط واحد بحال الورقه ماليه كتعرف واحد لا بريسيون ماشي لا ماشي سي با جون امبريسيون ماشي طباعه سي اون بريسيون ضغط كدار على الورقه كتخلي لي بوردور بيان تراسي ولي فو عامر بالمداد. يعني الصغار ما غيمكنش يوصلوا لهذا المستوى هذا.